على كلام الرئيس وخطابه الرسمي مباشرة من أمريكا. أنا يبدو لي أنه خطاب الرئيس ما هوش متوجه للأمريكان وما هوش متوجه للعالم، هو متوجه لأنصاره في تونس. جماعة سير سير يا رئيس والسيادة، شنو اللي قال رئيس الجمهورية؟ قال كلمة مهمة، قال الحلول معناها ما تنجم تكون كان تونسية حصريا، يعني وكأنه رئيس الجمهورية قطع تماما مع صندوق النقد الدولي وسياسة حكومته اللي عينها هو. ما ننساوش اللي رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، هو اللي عين رئيس الحكومة وهو اللي عين أعضاء الحكومة والوزراء ونجم يعزلهم، وهو الذي يضبط السياسات الكبرى للبلاد. يعني السياسة الكبرى للبلاد توا الآن شنية في تونس؟ أن نتحصلوا على هالقرض المحنون لنا عامين وإحنا نختموا عليه، قرض لفامي لنا عامين، مش على المليار و900 اللي باش ناخذوهم على خاطر باش يحللنا الأسواق الدولية، باش نجموا نقترضوا من عند بلدان أخرين. يبدو أن رئيس الجمهورية قطع تماما مع هذا التمشي اللي استغرق عامين كاملين. رئيس الجمهورية وهذا اللي قالوا البارح محسن حسن معنا في التليفون، قالت مشكلة لفامي خطاب الرئيس اللي في شيرة يعطيك الصحة وكلام الحكومة مع المنظمات الدولية في شيرة وقت لفامي والولايات المتحدة والعالم بلكش ما مش يتبعوا، ما يعرفوا شنو اللي صاير في تونس، يتبعوا كل صغيرة وكبيرة، يعرفوا بذلك يلقوا حكومة تخدم، حكومة رئيس الجمهورية اللي عينها هو تخدم على اساس اني باش تحصل على القرض هذايا، وجابت مشروع الاسلحات وصادقت على كل شيء وقالت لهم ايه باش نعملوا اللي تحبوا عليه الكل، ويجي رئيس الجمهوريه يقول ما حشتناش بيكم، ويقولوا له زاده احنا ما حشتناش بيك، دونك نتنحاو من لوغ دو جور نتاع صندوق النقد الدولي، برا مشيو تفاهموا في بعضكم التوانسه باش تحلوا مشاكلكم وحدكم، باش يتفاهموا رئيس جمهوريه، يعني حكومه ورئيس جمهوريه اللي هما يمثلوا السلطة التنفيذية ما همش متفقين في التمشي في الاقتصادي متاع البلاد في نظام رئاسي. هذا الغريب لانه لو كنا في نظام برلماني ماهوش رئاسي رئاسي كان ينجم يحكم وحده.